امبارح وفي نفس المكان هنا كنا بنتكلم على موضوع الصفقات والتعاقدات والموسم الجديد والاهلي ازاي هيحضر للفتره اللي جايه، واتكلمنا ان في اعلام بيحاول قدر الامكان يشتت جماهير الاهلي، يشكك جماهير الاهلي، وقلنا على فكره وارد جدا يكون في اعلان عن صفقه خلال ساعات، وبالفعل بعد نهايه الحلقه على طول حوالي ساعه ونص النادي الاهلي اعلن رسميا عن انضمام إمام عاشور قادما من نادي ميتلاند الدنماركي في صفقة مهمة جدا للنادي الأهلي خلال الخمس سنوات المقبلة. أول حاجة ولفتت انتباهي وانتباه كل الأهلاوية، كان سهل جدا إمام عاشور يجي للنادي الأهلي يمضي 3 سنين، يمضي 4 سنين، ولكن ده مضى بالحد الأقصى اللي حدده الفيفا في التعاقدات 5 سنين. قدامكم طبعا صورة لإمام عاشور وصور اللي امبارح عملت رد فعل كبير جدا على السوشيال ميديا، وهتكلم كمان على تفاعل السوشيال ميديا خاصة مع النادي الأهلي. ولكن فكرة إن إمام عاشور يرجع مصر ويختار النادي الأهلي ويتعاقد لمدة 5 سنين، دي رسالة على فكرة. رسالة أولا إن عنده قناعة كبيرة جدا باختياراته، رسالة كبيرة جدا إن إمام عاشور واثق تمام الثقة إن اختياره للنادي الأهلي إنه عايز يبقى مشروع مهم جدا في مستقبله القروي ان يكون لاعب في النادي الاهلي. ما هو الفيفا يا جماعه لما بيحدد مده التعاقد لاي لاعب وبيبقى حاطط رولز في مساله الاعارات او التعاقدات في المدد الزمنيه، الحد الاقصى 5 سنين. فاللاعب اللي بيمضي 5 سنين ده لاعب عايز يامن مستقبله، عايز يلعب في مكان يحقق معاه كل البطولات وكل الانجازات اللي ممكن يحققها في مشواره القروي. والمرحله السنيه اللي فيها امام عاشور حاليا هو افضل توقيت ممكن يطلع افضل ما عنده. فمهم جدا الناس كانت تاخد بالها من فكره هو مضى للاهلي كام سنه، لان حتى لو بصينا على الهيستوري وتاريخ امام عاشور في السنوات اللي فاتت، هل هو كان عنده الثقه ان يكون في انديه بيلعب فيها بالفترات دي كلها؟ هل في الانديه اللي لعب فيها حتى في مصر قبل ما يطلع ويحترف في الدنمارك لما اتعرض عليه حتى التجديد كان التجديد لمده 5 سنين؟ لا، ده لما اتعرض عليه التجديد 3 سنين رفض، ما اهتمش، كان تفكيره في الاحتراف الخارجي لان هو شايف مش هيقدر يحقق اكتر من كده جوه مصر لانه مش بيلعب في النادي الاهلي. لا، شايف انه زي حمدي فتحي مثلا، لو هضرب مثال حمدي فتحي فكر في الاحتراف امتى؟ بعد ما يعني خد كل شيء، عمل كل حاجه، دوري ابطال افريقيا 3 مرات، الدوري المصري 2 3، كاس السوبر الافريقي 2، كاس عالم انديه 3 مرات، خد فيها 3 برونزيات، عمل كل حاجه ففكر في الاحتراف وجاله عرض فشافه فرصه، لكن غيره ما حققش حاجه فكان عايز يحترف. ولما احترف صدف سوء حظ، اتغير مدرب، اتعرض لاصابه، موسم انتهى ليه بدري، هو دلوقتي الحمد لله خلاص في المراحل الاخيره وهيكون جاهز في شهر 8 للتدريبات، ومع ذلك شاف ان فرصته مش هتبقى في الاحتراف قويه، وجاله عرض رسمي من النادي الاهلي، والاهلي دخل من الابواب واتكلم مع نادي ميتلاند الدنماركي. نادي هو اللاعب على ذمه نادي ميتلاند، اي حاجه تانية على فكره ما تركزوش معاها، ممكن بقى ناس زعلانه متضايقه غضبانه، بس قارنوا كلامهم دلوقتي وقارنوا كلامهم قبل كده على بعض اللعيبه اللي مشيت من الاهلي، كان كلامهم ايه؟ احتراف، سيبوه، هو غلط في ايه؟ ده كان كلامهم. دلوقتي ماسك في المبادئ وهي مش بتاعته، بس هو ماسك في اي حاجه، عارف انت الغريق اللي بيتعلق بقشايه؟ هو كده بالظبط، هو زي الغريق اللي بيتكلم على الصفقه التي لا تعنيه، هو عامل زي الغريق بيتعلق في اي قشايه، بيتعلق في اي قشايه. ومهما حاولوا حتى يصدروا حاجه للجماهير، جماهير الفرق المنافسه فاهمه اصلا الموقف كويس قوي اكتر من اعلامهم، يعني جماهير الفرق المنافسه فاهمه كويس جدا اكتر من اعلامه، وبيلقوا اللوم عليهم لان الاهلي اشتغل بشكل بروفيشنال، تعاقد مع لاعب طبقا لاحتياجاته الفنيه وضم امام عاشور، وامام عاشور لما حب يدي رساله للي عايز يفهم، مضى 5 سنين، 5 سنين مع النادي الاهلي، رسالة قوية جدا، بس للي يفهم، للي يستوعب، عايز يحقق بطولة، عايز يحقق طموحه، الطموح ما بيتحققش إلا في قلعة البطولات في نادي القرن، وشفنا التاريخ قال إيه في السنين اللي فاتت والسنة دي تحديدا، مش هروح بعيد قوي، السنة دي تحديدا التاريخ كان فيه كلام مهم جدا.